مرحبا طلابي الأعزاء، كيف الحال؟ عساكم جميعا بخير. درسنا اليوم في الإملاء هو قاعدة الهمزة المتوسطة وكيفية كتابتها. قبل البدء بشرح القاعدة، من الضروري لفت انتباهكم إلى أن الهمزة المتوسطة تكتب بصورة الحركة الأقوى، والحركات بحسب ترتيبها من الأقوى إلى الأضعف كالتالي: الكسرة وهي أقوى الحركات تناسبها النبرة، تليها الضمة تناسبها الواو، فالفتحة تناسبها الألف. وعلينا أن ننتبه إلى أن السكون ليست حركة. الهمزة فوق الألف: سأمن، يسأل، فأر. حركة الهمزة وحركة الحرف الموجود قبلها فتحة وسكون، وبما أن الفتحة أقوى من السكون، والفتحة تناسبها الألف، فتكتب الهمزة فوق الألف. لنتعلم الآن متى تكتب الهمزة فوق الواو. كؤوس، سؤال، رؤوف، مسؤول. حركة الهمزة وحركة الحرف الموجود قبلها ضمة وفتحة، وبما أن الضمة أقوى من الفتحة والضمة تناسبها الواو، لذا كتبت الهمزة فوق الواو. أما في كلمة مسؤول، فنلاحظ أن الهمزة كتبت فوق الواو لأنها مضمومة ومسبوكة بحرف ساكن. أما الهمزة فتكتب على نبرة إذا كانت حركتها أو حركة الحرف الموجود قبلها كسرة، كما نلحظ في الكلمات التالية: مئزر، مئة، لئيم، منشئون. كتبت الهمزة على نبرة لأن الكسرة هي أقوى الحركات. لنكتب أعزائي الطلاب وبشكل صحيح الهمزة المتوسطة في الكلمات التالية: يلتجئان، فؤاد، رأس. أحرف المد الساكنة ثلاثة وهي: ألف، واو، ياء. وللتذكير، أحرف المد هي الأحرف التي نمد فيها صوتنا عند لفظها. مثلاً: مروءة، إساءة، تفاؤل، مسائل. تكتب الهمزة بعد حرفي المد الألف والواو بحسب حركتها، فإذا كانت مفتوحة تكتب على السطر، ومضمومة تكتب على واو. أما إذا كانت حركتها كسرة فتكتب على نبرة. أما إذا كان حرف المد ياء ساكنة، مثلا بيئة، رديئة، فتكتب الهمزة المتوسطة على نبرة إذا كانت مفتوحة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.